يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السيرفر بتاع النهارده دبليو ساس ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس. وظيفته ايه؟ طبعا انتوا مقتنعين معايا اكيد يعني ان المفروض ان انا اعمل ابديت لاجهزه الكمبيوتر بتاعتي، صح؟ الابديت اللي بينزل من موقع مايكروسوفت ده عباره عن ايه؟ سي مثلا حصل مشكله في السكيورتي، تمام، ثغره موجوده في السكيورتي في السيستم بتاع مايكروسوفت في الويندوز، فمايكروسوفت بعد فتره كده بتروح منزله له ملف باتش فايل بنسميه هوت فيكس. بنسميه ايه؟ هوت فيكس. الهوت فيكس ده مايكروسوفت بتنزله، المفروض ان هو بيسد ثغره معينه في السكيورتي. البرامج بتاعه مايكروسوفت الاوفيس مثلا على سبيل المثال في مشكله فيها مثلا، تقوم مايكروسوفت تنزل له ملفات هوت فيكسز وظيفتها ان هي تسد الثغرات بتاعه البرامج دي الابلكيشنز دي، تمام. تسمعوا عن حاجه اسمها سيرفيس باك؟ يقول لك مثلا اكس في سيرفيس باك 1 سيرفيس باك 2 سيرفيس باك 3. ايه السيرفيس باك ده؟ مايكروسوفت بعد ما بتنزل اي اوبريتنج سيستم، طبعا احنا عارفين ان مايكروسوفت مليانه ثغرات في السكيورتي وفولنربيليتيز على السيستم بتاعها، ثغرات في السيستم بتاعها، فالمفروض كل شويه بتنزل هوت فيكسز ملفات. تلاقي الملف الواحد مثلا حجمه 1 ميجا 2 ميجا 10 ميجا 15 ميجا على حسب حجم الملف ده نفسه، تمام، واتفقنا الملف ده هيسد ثغره معينه في السكيورتي، تمام. بعد كده تبدا تجمع الحزم دي كلها، الهوت فيكسز دي كلها تجمعهم في حزمه واحده بنسميها سيرفيس باك. يعني السيرفيس باك ما هو في الاول وفي الاخر الا الابديت اللي انتوا بتنزلوه بس متجمع، بحيث ان انتوا لو حبيتوا تسطبوه اوف لاين بدل ما تقوموا الجهاز ويبدا يعمل ابديت لنفسه، لا انتوا بتنزلوه هيفضل عندكم على اللاب بتاعكم او على الجهاز بتاعكم اوف لاين، تسطبوه كده كانه اتحول لايه او نزل كل الابديت بتاعه. وضحت كده؟ ومعروف حتى كده عن مايكروسوفت ان مايكروسوفت عمرها ما بتنزل سيرفيس باك الا بعد ما السيستم بتاعها بينزل بحوالي سنه مثلا. ليه؟ عشان ما تفتحش نفسها قوي يعني في العالم ان هي مليانه ثغرات ومليانه مشاكل في السكيورتي وفولنربيليتيز، تمام. طب ما هو دلوقتي انا عندي شركه فيها 1000 موظف، كل موظف دلوقتي مطلوب مني ان انا الف على الاجهزه بتاعتهم واخليها تروح تنزل ايه الابديت من موقع مايكروسوفت، تمام. ده كده مش هيعمل لي لود على الباندويث. انا سي مثلا جايبه سرعه 4 ميجا 8 ميجا، تمام. ما هو لو كل موظف دلوقتي الجهاز بتاعه طلع على موقع مايكروسوفت يعمل داونلود للابديت، انا كده بستهلك الباندويث بتاع الوان، صح. طب ايه رايكم انزله مره واحده بس على سيرفر واحد، والسيرفر ده هو اللي يبدا يوزع الداتا على الاجهزه، السيرفر ده هو اللي يبدا يوزع ايه الابديت سوري على الاجهزه. السيرفر ده اسمه دبليو ساس. اسمه ايه؟ دبليو ساس. كان في معلومه جاست بس كده فور فان، كان في سيرفر اقدم منه اسمه دبليو يو اس، تمام. لا اس يو اس سوري اس يو اس، تمام. بعد كده مايكروسوفت عملت فيرجن تاني منه سميته دبليو يو اس، بس دبليو يو اس دي كان النطق بتاعها صعب، يتنطق ازاي واس ده ايه ده، فعلشان كده قامت جايه هنا حطت حرف الاس بعد كده وسمته دبليو ساس، تمام. يبقى كان في فيرجن الاول او في سيرفر الاول قبليه اسمه ساس، بعد كده دبليو يو اس، وبعد كده غيرت اسمه جاست بس، ده مش فيرجن جديد، غيرت اسمه بس وسمته دبليو ساس ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس، تمام. يبقى تاني على السريع ايه فكره السيرفر ده؟ ده سيرفر وظيفته ان هو بيكونكت على موقع مايكروسوفت ينزل منها الابديت وبعد كده يوزع الابديت ده على الاجهزه، تمام. فطبعا اول خطوه عندي خالص هتاكد ان المكنه بتاعتي داخله على الدومين، داخله على الانترنت، لانها هتدخل دلوقتي على موقع مايكروسوفت وانزل الابديت، تمام. الريكومندد طبعا ان يكون السيرفر ده مستقل عن الجهاز بتاع الاكتيف دايركتوري. احنا كنا قلنا قبل كده ريكومندد كل سيرفر يكون مستقل، ده في حتى سيرفرات بتعمل كونفليكت مع بعضيها ما ينفعش تتسطب على بعضيها زي تي ام جي، انا قلت لكم امبارح التي ام جي لو جيت اسطبه اصلا على الاكتيف دايركتوري هيرفض، تمام. بس انا كنوع بس من توفير المكن عشان ما اقومش مكن كتير هسطب الدبليو ساس على نفس المكنه بتاعت الاكتيف دايركتوري بتاعنا، انما ده مش ريكومندد، تمام. هتاكد الاول ان انا داخله نت، فهدخل على دي ان اس اتاكد اني عامله فوروردر، انا عامله فوروردر بيشاور اهو على التمانيات، تمام. انا عارفه ده بس عشان يقرب معايا شويه، لان انتوا عارفين لو مفيش فوروردر
هيضطر ان هو يروح للروتنت، فده بس عشان يسرع معايا. وهتاكد برضو ان انا حاطه عندي جيت واي. في عندي جيت واي بيشاور على الراوتر بتاعنا بره كده، اقدر بقى ان انا اسطب الدبليو ساس كالعاده. تاني كده مين اللي بياخد الدي ان اس بتاع الشبكه؟ لا المفروض طبعا هيكون الدي ان اس بتاعه هو الدي ان اس بتاع او الاي بي بتاع الاكتف دايركتوري عشان يبقى ممبر من الدومين. والجهاز اللي عليه الاكتف دايركتوري عليه دي ان اس، ده اللي هيبقى عليه فوروردر بيشاور على بره. تمام. طيب هو بنعمله ممبر من الدومين ولا لا؟ ممبر من الدومين ريكومندد طبعا يكون ممبر من الدومين. تمام. هو كده بيوزع على الدومين، على الاجهزه اللي تبع الدومين، لان ده افضل، لان ساعتها هعملها عن طريق جروب واتس. طب اقول لك اصبر هنشوفها بعدين، هنشوف ازاي ان هو بيوسع الابديت دلوقتي على الاجهزه. كعاده اي سيرفر في 2012 بعمل ايه؟ اد رولز، نيكست، نيكست. تمام. انا عايزه اسطب ايه؟ الدبليو ساس ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس. قال لي انا بس هحتاج شويه الفيتشرز دي معاها، من ضمنها طبعا الاي اي اس. تمام ماشي يا عم، اد فيتشر، نيكست. بيقول لي انت كده هتسطبي الداتابيز والسيرفيس. طب السيرفيس وفهمناها، ايه الداتابيز دي بقى؟ مش انا هنزل اصلا ابديت من موقع مايكروسوفت صح؟ يبقى انا دلوقتي هبقى محتاجه عندي داتابيز ولا لا، ومساحه فاضيه على الهارد بتاعي ولا لا صح؟ انا ممكن دلوقتي ان انا استخدم انترنال داتابيز زي ما انا هستخدم دلوقتي كده انترنال داتابيز، او ممكن ان انا اسطب السيكوال واربط الدبليو ساس بالسيكوال عشان استخدم الداتابيز بتاعت السيكوال. طبعا انا ما عنديش هنا سيكوال، فعشان كده هستخدم الانترنال داتابيز بتاعت مايكروسوفت ذات نفسه اللي هي مع الدبليو ساس يعني. نيكست. تمام. بيقول لي طب الابديت بتاعك اسطبه فين؟ ممكن مثلا هنا اسطبه على، او ينزل على، انا عندي اهو الاف، اقول له مثلا نزله لي على الاف. تمام. في فولدر اسمه دبليو ساس مثلا. اه مفيش براوز للاسف. طب حد فيكم اخد باله من حاجه؟ اني ممكن اشيل علامه الصح دي؟ لا لا مش ديفولت لوكيشن. امال ايه اللي هيحصل؟ انا كده مش هنزل الابديت اصلا، مش لا انا مش هنزل الابديت لوكالي تتخزن على كيسي، لكن برضه هيبقى الدبليو ساس عنده امكانيه ان هو يابروف اسمها ايه ابديت معينه توصل للاجهزه. الدبليو ساس مش وظيفته الوحيده ان هو ينزل الابديت يوزعه على الاجهزه، ده انا كمان كادمن هسمح او هعمل ابروف لبعض الابديتس ان هي تنزل على الاجهزه. هوافق على الابروف على الابديت ده ان هو يروح للاجهزه اللي عليها ويندوز 7، والابديت ده هوافق عليه ان هو يروح للاجهزه اللي عليها ويندوز 8. تمام. فانت كده اه صحيح انت ما نزلتش الابديت على الهارد بتاعك، والاجهزه هي بنفسها اللي هتطلع تجيب الابديت من على موقع مايكروسوفت، بس ستيل انت عندك الامكانيه انك تعمل ايه؟ تابروف ابديت معين يتعمل له انستول على الاجهزه. طب احنا نستخدم الفيتشر ده امتى؟ افرض مثلا ان الهارد بتاعك حجمه صغير وما عندوش مساحه انك تنزل عليه الابديت. تمام؟ انتوا عارفين الابديت دي بتبقى جيجات. انا بنزل الابديت بتاعت كل السوفت ويرز مثلا، بتاعت التعريفات، بتاعت السكيورتي كريتيكال. تمام؟ كل الابديتس دي هتاخد مساحات كبيره، فلو انت عندك دلوقتي الهارد بتاعك معلوش المساحات دي تعمل ايه؟ شيل علامه الصح دي. يبقى كل وظيفه الدبليو ساس ساعتها ان هو هيابروف على بعض الابديتس تنزل على الاجهزه. طبعا دي كانت مشكله زمان، انما دلوقتي خلاص ما بقتش مشكله، لان انتوا عارفين مساحات الهاردات دلوقتي بقت عامله ازاي. بس انا لو نزلت هارد بس كان ده زمان مشكله، انما دلوقتي انت عندك الهاردات كام دلوقتي؟ ده الهارد بتاع اليوزر العادي، بنروح نشتري الهارد من اليوزر العادي 1 تيرا صح؟ ماشي، بس معنى كان برضه يعني هو كل ابديت له مساحته جيجا مثلا، مرة قلت جيجا ده المفروض هياخد وقت كبير. طب ما ايه يعني يا جماعه، بدل ما تقعدوا تخلوا كل جهاز اصلا يروح بنفسه يجيب الابديت ده من موقع مايكروسوفت، انت كده اصلا وفرت الوقت والباند ويث يا خالد. تمام. دي حاجه. حاجه تانية، لا دي ما بقتش مشكله خالص اصلا يا باهي. فاكر المحاضره بتاعت الاستورج؟ امال احنا اخدنا محاضره على الاستورج ليه؟ هات لك هارد كمان وحول الاثنين مثلا لسترايد ولا سباند ولا ريد 5. تمام. كل ما هارد عندك يخلص هات واحد كمان وحولهم دايناميك.
فدي ما بقتش مشكله تاني. تفرمط تفرمط ايه؟ تفرمط الابديت بعد الهارد ما يخلص بعد ما يوزع الموظف ليه يا جماعة؟ دفع على جسمه لا هات هارد جديد لا 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 هات هارد جديد تمام واعمل ما بينهم سترايبد مثلا او اعمل ما بينهم ميرورد او ريد انما تفرمطش تفرمطي لا ما تفرمطش تمام انا عن نفسي هحط الابديت على الاف اوكي نيكست بيقول لي بس شويه ملحوظات كده خدي بالك ان السيرفيس بتاعه الاي اي اس هتبقى ستوبد لو انت الاي اي اس دي اللي هي وظيفتها ان هي بتعمل بتحولك الجهاز بتاعك لويب سيرفر يعني انت كده بتفتح بورت 80 على الجهاز بتاعك على السيرفر بتاعك لويب سيرفر اتش تي تي بي سيرفر تمام نيكست انا كده مش هحط هنا اي فيتشرز خلاص نيكست وانستول طبعا لو احتاج ريستارت هقول له هنا ريستارت لو انت محتاج وانستول تمام هوقف بقى لغايه ما يخلص الانستول يلا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلص هنا انستليشن كلوز تمام ممكن ان انا اضغط له هنا على لانش بوست انستليشن تاسك او ممكن برضو كالعاده ان انا اجيبه منين من تولز لو نزلت تحت خالص هلاقيه اتسطب باسمه WSUS Windows Server Update Services وطبعا برضو من الشاشه الرئيسيه ممكن اجيبه من هنا من WSUS تمام قال لي طب نفس الرساله اللي كانت طلعت لي انستول الابديت لوكالي ولا لا طب لو هانستولها لوكالي هحطها مثلا على الفولدر ده تمام طيب الناس اللي كانت بتقول لي في خليها رن الاول دلوقتي وبعد كده بقول لكم هنعمل ايه رن انتوا في سيناريو تاني برضو ممكن ان انتوا ما تخزنوش على فكره الابديت لوكالي ايه هو انا ممكن يبقى عندي اكتر من WSUS على سبيل المثال الصوره اللي كنت بقول لكم عليها عندي مثلا WSUS في الفرع الرئيسي للشركه بتاعتي وعندي WSUS في البرانشز هفترض ان انا عندي مثلا في البرانش ده اللي انا اقف عليه بالماوس ده في مثلا يوزر هنا تمام اليوزر ده مش عايز يسافر يروح للفرع الرئيسي يجيب منه الايه الابديت ويرجع هو عايز يطلع على موقع مايكروسوفت يجيب الابديت بس في نفس الوقت السيرفر الرئيسي WSUS اللي في السيرفر الرئيسي مثلا عايز تتاكد ان هو عمل ابروف للابديت ده تمام فانت ممكن ايه ما تخزنش الابديتس لوكالي يبقى اليوزر ساعتها هيطلع على موقع مايكروسوفت يجيب الابديت تمام ويبقى انت كل وظيفتك في الحياه ان انت عملت له ايه ابروف مش اكتر ده سيناريو تاني تمام هو بيابروف يعني ايه ابروف يعني يوافق ان الابديت ده ينزل على الاجهزه الفلانيه بالظبط تمام على ما يخلص بقى السؤال بتاعك يا خالد لما كنا موقفين انت كنت بتقول معلش ان انت كنت نزلت ابديت وضرب لك الجهاز وقف الجهاز ما دخلش تاني يدخل للديسك توب كده وقف تمام لا دخل للديسك توب ولا ما كانش بيدخل على الديسك توب تفرق اصل هو لو ما كانش دخل على الديسك توب انت كان ممكن ساعتها ان انت تعمل رول باك للابديت ده عن طريق ان انت تدخل على اللاست نون جود كونفيجريشن تمام كان ممكن تدخل على اللاست نون جود كونفيجريشن تمام انما دلوقتي لو مجرد ما عمل لوجن سكسسفول اللاست نون جود كونفيجريشن مش هتعملها لك هو وقف ليه الابديت ده الابديت ده من ضمن الحاجات اللي بيعملها ابديت برضو التعريفات الدرايفرز فممكن يكون نزل لك اصلا ابديت لدرايفر ضرب لك مثلا الابديت بتاع او الدرايفر بتاع الفيجا فما عرفش يدخل تاني تمام لان زي ما اتفقنا الابديت ده بيبقى جواه ايه جواه كذا حاجه صح اللي هي ابديت سكيورتي منها التعريفات منها برامج منها لسته طويله هنشوفها النهارده باذن الله خلاص كده كلوز تأكد تاني برضو ايه باشا اوفيس على سبيل المثال البرامج بتاعت مايكروسوفت ابديت لبرامج انت منزل اوفيس 2010 عايز تنزل الابديت بتاعه تمام الابديت ده برضو يساعدك تنزله ملفات الابديت
بيقول لي بس خد بالك قبل ما انت تبدأي في شوية حاجات لازم تتأكدي فيها. السيرفر السيرفر فاير وول هيسمح للكلاينتس ان هما يأكسسوا السيرفر ده ولا لا؟ بالمرة انا كمان الفاير وول بتاعي انا كمان عايز اتأكد منه، فهدخل هنا على الكنترول بانيل واتأكد برضو عندي ان الفاير وول اوف عشان ما يعمليش مشاكل وانا بنزل الابديت. هوقف هنا الفاير وول. تمام؟ او زي ما اتفقنا انت كان ممكن تعمل له اكسبشن، بس انا بستسهل مش اكتر يعني. تمام؟ طيب كان this computer connected to the upstream server، عشان كده انا قلت لكم ان انا في الاول لازم اتاكد ان انا اصلا كونكتد بالانترنت. ما هو الابستريم بالنسبه لي السيرفر الرئيسي بالنسبه لي اللي انا هجيب منه انترنت كونكشن او اللي هجيب منه الابديت هو مين؟ موقع مايكروسوفت. فلازم اتاكد ان في كونكشن ما بيني وما بينه. Do you have user credentials for the proxy server؟ ايه البروكسي ده؟ فاكرين التي ام جي امبارح؟ لو انا عندي تي ام جي لازم اتاكد ان البراوزر بتاعي كونفيجرد ان هو يقدر يطلع على الانترنت عن طريق التي ام جي سيرفر، صح؟ يبقى لازم اكون مظبطه اصلا البروكسي سيتنجز. واضحه كده؟ نيكست. بيقول لي انت بس عايزه تعملي امبروف يعني لو حصل اي حاجه يعني تبعتي امبروف لشركه مايكروسوفت ولا لا؟ تولع مايكروسوفت يا عم. لا. نيكست. طيب هسنكرونايز من موقع مايكروسوفت ولا هسنكرونايز من سيرفر تاني؟ يعني ايه؟ نرجع تاني للصوره. انا ممكن يبقى عندي في الشركه بتاعتي اكتر من دبليو ساس. هو عاده الفرع الواحد كفايه عليه دبليو ساس واحد، لكن عندي برانش في مكان تاني فيزيكال لوكيشن مختلف، فزي ما قلت لكم ممكن اعمل له هو كمان دبليو ساس. الدبليو ساس ده هيجيب الابديت منين؟ يروح يجيب الابديت من السيرفر الرئيسي اللي هو دبليو ساس اللي موجود فين؟ في البرانش في الهيد كوارتر اوفيس في الفرع الرئيسي. لا مش ماست. زي ما قلت لك مثلا انت ممكن اقول لك مثلا السيناريو اللي ناحيه ايدك البرانش ده مثلا يا خالد، واخد بالك ان الكونكشن ما بينه وما بين الدبليو ساس اللي فوق سرعه كام؟ 128 كيلو، لكن ما بينه وما بين الانترنت 10 ميجا، صح؟ يجيبوا من على النت اسرع. فانت ممكن بس جاست بقى ساعتها ان الابديت وظيفتها بس في الحياه ان انت هتعمل لها ابروف على الدبليو ساس الرئيسي اللي هو في الهيد كوارتر، لكن هنا الدبليو ساس ده يجيب الابديت منين؟ من على موقع مايكروسوفت. العكس من هنا، العكس هنا الانترنت كونكشن بتاعه تعبان، لكن السرعه ما بينه وما بين ال دبليو ساس الفرع الرئيسي ده او سي 3 سرعه 155 ميجا بت بير سكند. فانت ممكن ساعتها اصلا تجيب الابديت من الدبليو ساس الرئيسي اللي في الفرع الرئيسي بس يعني من الاساس يعني. ده اللي انا بسال فيه يعني، لو في فرع رئيسي وفروع لازم السيرفرات اللي في الفروع دي غصب عنها برضه حتى لو هتجيب من موقع مايكروسوفت من ما ينفعش اعمل انا حاجه منفصله في ذاتها يعني. لا انت ممكن بقى ساعتها اعمل سيرفر مستقل. يعني شوف الاوبشن هنا اصلا قايل لي ايه، انت عايزه تسنكرونايزي من موقع مايكروسوفت ذات نفسه ولا عايزه تسنكرونايزي من ابستريم سيرفر؟ ساعتها انت بنفسك على الفروع ممكن تقول له سنكرونايز من مايكروسوفت ذات نفسه. تمام؟ طب لو من ابستريم سيرفر تحدد له هنا الاسم. تمام؟ وهو شغال احنا اتفقنا بوست اتش تي تي بي. هو شغال على ايه؟ اتش تي تي بي. عشان كده انا كنت عايزه اتاكد ان الفيتشر بتاع الاي اي اس شغال، لان احنا اتفقنا يا باهي ان الاي اي اس اللي بيعمل ايه؟ بيفتح او ده سوري اللي بيفتح بورت 80 على الجهاز بتاعك، بس بورت 80 كده ممكن يعمل لي مشكله. فعلشان كده مايكروسوفت قالت ايه؟ انا هشغله لك بالاتش تي تي بي بس على بورت مستقل 85 30، رغم ان احنا متعودين ان الاتش تي تي بي على بورت كام؟ 80. قالت لا انا هشغله لك اتش تي تي بي بس على بورت خاص بالدبليو ساس على 85 30. ولو انت عايزه تشغلي الاس اس ال، اس اس ال اللي هو سكيور سوكت لاير اللي هو من الاخر اتش تي تي بي اس. اتش تي بي اس احنا كنا شغالين على بورت كام؟ 443. هنا في الدبليو ساس هيشتغل على بورت 85 31. 85 كام؟ 31. يهمني جدا البورتس دي برضو ان انتوا تكونوا عارفينها. افرض ان في فاير وول ما بين دلوقتي السيرفر الرئيسي والسيرفر اللي هو عند البرانش، فلازم تتاكد ان البورتس دي تكون مفتوحه على التي ام جي مثلا. تمام؟ احنا دلوقتي هنسنكرونايز منين؟ من مايكروسوفت ذات نفسه. نيكست. طب لو عندي بروكسي الاي بي بتاع البروكسي ايه هو؟ على بورت 80 80. ايوه لان انا مش عندي بروكسي دلوقتي.
بروكس ده في المكان التاني. ايه علاقة البروكس؟ قصدي ما اخدناهوش يعني خالص. ما اخدناش البروكس امبارح؟ ما اخدناش امبارح؟ لا بس ما خدناش تفاصيل عنه يعني. مش اخدنا الويب بروكسي؟ هو قصده ام سي اس بي يعني. اخدنا الويب بروكسي ولا لا؟ امبارح صح؟ لو الراوت لو السيرفر ده في ما بينه وما بين الانترنت تي ام جي تمام؟ ساعتها انت دلوقتي لازم تظبط هنا ايه؟ اسم التي ام جي سيرفر وعلى بورت 8080 عشان اصلا تقدر تطلع انترنت. تمام؟ وبعد كده لو انا كنت سامحه اليوزرز معينين بس هم اللي يطلعوا هتكتب لي هنا اليوزر نيم والباسورد. تمام؟ مش انا قايله لكم في التي ام جي امبارح ان باذن الله على الجمعه الجايه هنبدا ان احنا نخلي يوزرز معينين بس هم اللي يقدروا ياكسسوا الانترنت بيوزر نيم وباسورد اكتبوا لي هنا. تمام؟ طبعا انا ما عنديش هنا بروكسي فاشيل علامه الصح دي. نيكست وابدا هنا اقول له بقى ستارت كونكتنج. هيبدا دلوقتي مش كده ما بيعملليش داونلود للابديت، هو كده بيستارت كونكتنج مع مايكروسوفت. تمام؟ هيقعد في حدود 10 دقايق كده. اعملوا بقى كوبايه شاي. لو النت مش موجود او لو الفاير وول مش انا مظبطاه صح يعني هيديني ايرور في الخطوه دي. تمام؟ اعملوا لي شاي معاكم بقى، ربنا يستركم دنيا واخره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اخلص تمام نكست بيقول لي دلوقتي اعمل لك داونلود لايه بالظبط، اللغه اللي هي الانجليش ولا عايزه اي لغه كمان؟ زي مثلا عايزه كمان لغه مثلا عربي. تمام؟ ما هو اي لغه برضو في الدنيا بيبقى لها ابديت. تمام؟ لا بس ان انا مش عايزه مثلا عربي. طبعا بي كيرفول ما حدش يجي هنا يقول داونلود اول ابديت ان اول لانجويج، ما تعملوش داونلود للابديت بكل اللغات، هياخد وهياخد اصلا مساحات مهوله من الهارد. فكفايه انا بالنسبه لي مثلا الانجليش ده كفايه بالنسبه لي. اي ابديت في الدنيا بيبقى له لغه، انت ممكن مثلا تنزل الابديت بالانجليش وتنزله كمان بلغات تانية. تمام؟ نيكست انت عايز تعمل ابديت لايه؟ اول برودكتس طبعا مستحيل يعني يكون اول برودكتس. تمام؟ عايز تعمل ابديت لمين؟ سي مثلا الاكتف دايركتوري الاي اس بي دوت نت بين برضه اللي هو عندي بين الفيجوال ستوديو. تمام؟ الاكستشينج سي مثلا عايز اعمل ابديت للاكستشينج سيرفر. الفورتي جيت الفورتي نت سوري الفور فرونت تي ام جي انت كده بتنزل الابديت لكل الديفايس لكل السوفت ويرز اللي عندك. زي مثلا على سبيل المثال عندك في اللان بتاعتك اكستشينج سيرفر، نزل الابديت بتاع الاكستشينج سيرفر واعمل له ابروف انه يروح يتسطب على المكنه بتاعه الاكستشينج. عندك تي ام جي سيرفر ده مش بالنسبه للكلاينتس بس انت برضو بتعمل ابديت للسيرفرات بتاعتك. ما هو ده ما فيهوش اي حاجه فيه اصلا. لا مين قال؟ انا لسه ما خلصتش. بص الليسته طويله جدا اهي. تمام؟ ممكن تعمل نظام الفيرتواليزيشن الاجور ده نظام كلاودنج كده مش مشكله. تمام؟ لو نزلت تحت مثلا الاوفيس. تمام؟ لو نزلت تحت ويندوز اكس بي ويندوز فيستا ويندوز مش عارف ايه اختار الابديت اللي انت عايزه. ويندوز سيرفر 2012 سي مثلا هعمل ابديت للويندوز سيرفر 2012 والويندوز 8 مثلا ايه R2 مثلا وهعمل كمان انزل لويندوز 8 فين ويندوز 8 اهي 8.1 في ايه 2012 مش R2 في مش R2. تمام انا هختار بس الاثنين دول بس عشان ما يعملش داونلود في وقت طويل. نيكست طب ايه هي الكلاسيفيكيشنز بتاعت الابديت بتاعك؟ انت عايزه تعملي ابديت للحاجات الكريتيكال ريكومندد انكم تعملوا دايما ابديت او تنزلوا الابديت الكريتيكال والديفينيشنز والسكيورتي. ممكن كمان مثلا انزل التعريفات الابديت بتاع التعريفات اي واحده من دول انت مش فاهم دي عباره عن ايه بالظبط التعريف بتاعها تحتهم التعريف بتاعها تحت. تمام؟ فانا هكتفي مثلا بالكريتيكال والديفينيشن والسكيورتي. نيكست طب انا هسنكرونايز دلوقتي مانيولي بنفسي ولا سنكرونايز اوتوماتيكالي وادي له سكادجول معين؟ لان طبعا احنا عارفين ان السكادجول ده معناه او سوري السنكرونايز ده معناه انه هيطلع دلوقتي على موقع مايكروسوفت ويبدا ينزل منه الابديت، معنى كده ان هو هيستهلك باندويث
ده الريكومندد بقى ان انت تعمل ايه، تخليه سينكرونايز من موقع مايكروسوفت بالليل لما يكون مفيش موظفين، لان انت كده بتستهلك الباندويث هتاثر على الترافيك بتاع الموظفين صح. فانت ممكن تقول له مثلا لا اوتوماتيك الساعه كذا الفيرست سينكرونايزيشن، وعايز تريبيت الكلام ده كم مره في اليوم، بحيث ان انت توزع الابديت على كذا مرحله في اليوم بدل ما يبقى في كله في وقت واحد، لا توزعه تمام. فانا دلوقتي هقول له سينكرونايز مانيوالي مثلا نيكست. ابيجين دلوقتي سينكرونايزيشن ولا من شاشه الويزرد اللي جوه هو يبدا، او اضغط بنفسي يعني سينكرونايز ناو؟ ماشي اوكي هنشوفها كده وهنشوفها كده. هقول له بيجن انيشال سينكرونايزيشن وهوريكم بيبدا يسينكرونايز منين بالظبط. دي كلها لينكس، لو ضغطت على اي واحده منهم تعرفوا هيلب عن الدبليو سوس. فينيش كده بيفتح معايا الكونسول بتاع الدبليو سوس تمام. لو جيت كده على الصفحه الرئيسيه هنا بدا ان هو يعمل ايه سينكرونايزيشن اهو تمام. اللي هو بيعمل بقى داونلود للابديت دلوقتي. انا ممكن اجي هنا اقول له ستوب سينكرونايزيشن. في حاجه بقى لو انا ما كنتش اخترت الاوبشن اللي هو ستارت سينكرونايزيشن ناو، كنت هاجي على الصفحه الرئيسيه هنا بدل كلمه ستوب سينكرونايزيشن كانت هتبقى مكتوبه ستارت سينكرونايزيشن، فاضغط عليها بس يبدا سينكرونايزيشن. يبقى ممكن اجيبها من الويزرد اللي ظهر او اضغط عليها من هنا تمام. هستنى شويه بقى لغايه ما يوصل كده ينزل لي شويه ابديت وبعد كده نكمل. سيبونا بقى سيبونا من وراء الطبيعه يلا يلا. ها بدا عمل لي سينكرونايزيشن شويه ابديتس اهو تمام. جاب لي 79 سكيورتي ابديت ار ويتنج تو بي ابروفد. طب لو ضغطت هنا على ابروفد وطبعا برده 33 كريتيكال، الدبليو اس ذات نفسه اساسا كمان ممكن يبقى له ابديت، بيبقى له ابديت. طب لو ضغطت هنا على ابروفد هلاقيه دخل هنا على سكيورتي ابديتس، دخل هنا على ايه سكيورتي ابديتس. اي ابديت من دول انتوا عايزين ان انتوا دلوقتي تعملوا له ابروف وحالته دلوقتي نوت ابروفد تمام. هقول له بس هنا الابروفد، انا هجيب له هنا لو انا طبعا قلت له الابروفد مفيش حاجه لسه اصلا اتعمل لها ابروف تمام. الديسلاين يعني معنى كده ان انا اصلا رفضت الابديت ده تمام. اني اكسبت ديسلاين دي الحاجات اللي انا اصلا ما رفضتهاش. طب الستيتس فيلد ولا فيلد يعني معناها ان هو بيتعمل له داونلود اصلا كان فيلد تمام. سي مثلا ابديت زي ده انا عايزه دلوقتي اعمل له ابروف، ابروف كليك يمين واقول له ابروف او ديسلاين، او ممكن كمان اقول له جروب باي. ايه جروب باي؟ انا ممكن اجمع مجموعه من الاجهزه تاخد ابديت معين تمام. سي دلوقتي مثلا عايزه اعمل له ابروف وانا ما اعرف الابديت نفسه ده من رقم الكي بي بتاعه، يبقى اعرف الابديت ايه أو؟ اي ابديت في الدنيا، ثواني بس ما الدنيا تفك، اي ابديت في الدنيا بيبقى له رقم تمام. انت لو دخلت اصلا على موقع مايكروسوفت وعملت سيرش ده هيجيب لك الابديت ده بتاع ايه، او كده كده اصلا هو تحت بس ثواني بس ما الدنيا تفك هتلاقي تحت هيقول لك الابديت ده بتاع ايه بالظبط، شرح لك تحت هنا الابديت ده وظيفته ايه بالظبط وبيعمل ايه. بس مش عارفه الدنيا هنجد ايه، انجز يا عم. وطبعا واخد بالك هنا دي الارتكل نمبر فوق اللي هو نفس الرقم فوق، اي ابديت اصلا على موقع مايكروسوفت بيبقى له ارتكل معين، ارتكل نمبر معين بتدخل عليه وتقرا معلومات عنه، او زي ما اتفقت معاك تاني مين ده، او زي ما اتفقت معاك يا خالد تمام. اقرا بقى عنه معلومات من هنا، ده مثلا بيقول لك ان الابديت ده طب بص انا هستنى لغايه ما يسنكرونايز وبعد كده نشتغل عشان الدنيا تقيله لسه معايا. خلاص عملنا نصبها تمام. قلنا تاني لو دخلت هنا مثلا على سبيل المثال على السكيورتي ابديت، طبعا دي اول ابديت كريتيكال سكيورتي الدبليو اس ابديت، احنا اتفقنا ان الدبليو اس ذات نفسه اصلا ليه ابديت. اي ابديت من دول زي ما اتفقت معاك يا خالد انت ممكن تنزل تحت كده تعرف الديسكريبشن بتاعه معلومات عنه، بيقول لك هنا ان هو ممكن يريكواير ابديت، تدخل على الارتكل بتاعته تقرا معلومات عنه. طب انت عايز تابروف الابديت ده كليك يمين وابروف تمام. طب انت عايز تعمل له ابروف لمين، ابروفد فور انستول ولا نوت ابروفد، وعلى مستوى ايه، كل الكمبيوترز ولا انت عايز تجمع مجموعه معينه من الكمبيوترز؟ تجمع مجموعه معينه من الكمبيوترز ازاي؟
زي مثلا هقول له هنا ابروف اوف تو كده انا عملت الواحد ابروف. انت ممكن تيجي هنا تحت كمبيوترز تمام، هنا هيتحط دلوقتي المفروض اي جهاز كمبيوتر هيبدا يسنكرونايز من الدبليو سس هيتحط هنا تمام. انت ممكن تجمعهم كاتيجوريز، يعني تيجي هنا كده تقول له تقول له اد كمبيوتر جروب وتسمي مثلا الجروب ده اكس بي اد، ده ساعتها الابديت هنا او الاجهزه هنا بتاعت ايه الاكس بي هي اللي هتتحط هنا تمام. طب جهاز الكمبيوتر بقى طبعا داون ستريم سيرفرز ده هيتحط هنا ايه، لو انا كان عندي دبليو ساس تاني في البرانش بياخد من، لو انا عندي دبليو ساس في البرانش بياخد من الدبليو ساس ده، ده بنسميه الاب ستريم اللي تحتيه بيبقى اسمه داون ستريم اللي تحت. الاب ستريم تاني تاني ايه الاب ستريم ده اللي هو السنترال اللي بيجيب الحاجه صح. بالنسبه لي انا دلوقتي موقع مايكروسوفت هو الاب ستريم، انا داون ستريم بالنسبه له. لو انا تحتي دبليو ساس بياخد مني، انا بالنسبه له هبقى الاب ستريم، هو تحتي الداون ستريم. يعني كل حاجه بتاخد من حاجه داون واب ستريم. في فوق كده صفر اوتونوموس وصفر اوتونوموس. اوتونوموس ايه؟ اهو فوق. لا فوق على اليمين بقى يمين. ايوه فوق اوتونوموس وريبليكا وبتاع ريبليكا. يعني مفيش دلوقتي واحد بياخد مني لان مفيش سيرفرات. دي بنسميها، ما هو نفس الفكر اوتونوموس اصلا او ريبليكا، يعني مفيش سيرفر دلوقتي بياخد مني تمام. طيب سنكرونايزيشن طبعا عشان احنا كنسلنا اصلا، في عندي كام واحد اتعمل له ابديت اصلا او وفي عندي كنسلنا حبه حلوين اهم برافو الهي تمام. ثواني بس يخلي ده خلص بس الجزء ده. جهاز الكلاينت بقى ياخد ازاي ابديت؟ هنقوم دلوقتي المكنه دي طبعا المفروض تكون ممبر من الدومين تمام. ممكن ان انا اجي على اكست الكلاينتس وابدا ان انا اخليها تظبط الابديت لوحدها صح، يروح ياخد من موقع مايكروسوفت. بس احنا اتفقنا ان احنا امال احنا بقى ايه لازمه الدبليو ساس؟ لا انا هاجي بقى اخلي الاجهزه تروح تبص على الدبليو ساس عن طريق الجروب بوليسي. عن طريق ايه الجروب؟ عن طريق الجروب بوليسي. هتظبط دلوقتي اوبشن في الجروب بوليسي بحيث ان انت تبوش الابديت لاكست الكلاينتس. مش انا المفروض اتعامل مع الابديت انت كيوزر من كنترول تمام عارف وبينزل الابديت. يعني مثلا زي ما انا عملت كده عندي مجموعه اجهزه اكس بي تمام، هو المفروض هو بيكونكت على السيرفر بتاع مايكروسوفت ينزل كل الابديت. لا مش كله، لا ما انت مش فاحنا اصلا في الكلاسيفيكيشن يا خالد، انا اخترت الكاتيجوريز مش انا اخترت انهي ابديت اللي انا عايزه انزله صح بالظبط. انا نزلت للويندوز 8.1 ونزلت بتاع ايه ال 2012 تمام، وهتلاقي تقف على الابديت في الديسكريبشن بتاعه تحت هيعرف الابديت ده المفروض يروح على انهي اجهزه ومعلومات عنه. هو هيعرف المفروض الابديت ده يروح على انهي اجهزه، بس هي دي اللي انا عايز اعرفها. ما احنا اتفقنا لو انت مقسم الدنيا اصلا لكاتيجوريز الابروف، انت وانت بتعمل ابروف هتقول ان انا بابروف الابديت ده للمجموعه اللي مثلا اللي جوه الفولدر اللي اسمه اكس بي. لا احنا عملنا انا كريت الفولدر حاضر اما المكنه دي تقول تمام. لو جيت هنا على اي ابديت كده خلينا نعمل ابروف لواحد تاني مثلا، استنى بس عشان احنا كنسلنا ابروف لواحد تاني. كليك يمين ابروف تمام، انا هسطبها على اجهزه مين؟ وضحت كده؟ ابروف فور انستول. يبقى كده انا ببوش الابديت ده انه يروح بس للاجهزه اللي في الفولدر اللي اسمه اكس بي بس تمام. اخلي بقى الاجهزه زي ان هي تبص على زي ما اتفقنا الابديت ده الاول. بس انا عايزه اوريكم السيناريو او الشكل، الشكل قبل ما اعمل ده كان ايه، كان ايه ده قبل ما بعمل ال الجروب بولسي وبعد ما هعمل الجروب بولسي الشكل هيختلف ازاي تمام. فلو دخلت هنا تحت كنترول بانل هلاقي في هنا ويندوز فاير وول، فاير وول ايه؟ ويندوز ابديت تمام. لا لا انا زي ما قلت لك دلوقتي يا باهي انا بوريكم بس الشكل، انما انا هظبط الكلام ده كله عن طريق الجروب بوليسي. بس انا بفرجك الاول قبل ما اظبط الجروب بوليسي هيبقى ايه. انت كده على الكلاينت تمام.
نقرا واحد واحد بقى. انستول ابديتس اوتوماتيكالي يعني ايه؟ هيعمل داونلود الابديت ويعمل لها انستليشن اوتوماتيك. اصل في فرق بين الداونلود وفي فرق بين الانستول. انا عن نفسي مش بريكومند الاختيار ده. ليه؟ لان في بعض هو رغم ان مايكروسوفت كاتبه لك ريكومندد، انا عن نفسي مش بفضله. ليه؟ افرض دلوقتي ان في بعض الابديتس بتريكواير ريستارت، تمام؟ انا نزلت الابديت ده، نزل على الجهاز وانا كنت سايبه الجهاز قايم ورحت اقوم اعمل حاجه وقعدت كتير جدا بره، سبت الجهاز قايم وروحت بيتنا، الجهاز ما اتطفاش، انا سايباه يعمل شغل مهم وروحت بيتنا، ايوه، فده هيعمل لي مشكله صح بعد ما يتعمل له انستول. لا بس هو بيقول ان تقريبا لو تفتكر ايام الاكس بي في بعض الاوبريتنج سيستم كان بيعمل ريستارت مع نفسه، واصلا بيبقى نظام تايمر بيقول لك بعد كذا هعمل لك ريستارت، ولا انت تبوست بون تاجل على 10 ثواني بس ولا تمام. فانت لو دلوقتي زي ما قلت لك انت سايب الجهاز يعمل شغل مهم وروحت بيتك، طب ما هو هيعمل ريستارت ضيع شغلك. تمام. طب الاوبشن اللي بعديه داونلود، بس سيبني انا اللي انستول، انت هتداونلود وهيظهر لي مثلا في الجنب كده زي ما انت بتقول الاوبشن كده، ان انا اقول له ايه؟ لا انستول الابديت ده دلوقتي، تمام؟ ولا تشيك فور ابديتس بت ليت مي تشوز، يعني يظهر لك نوتيفيكيشن كده يقول لك في ابديت دلوقتي كذا وكذا افيلابل، اعمل له داونلود ولا لا؟ بعد ما اعمل له داونلود اعمل له انستول ولا لا؟ يبدا يعمل له انستول، ولا نيفر تشيك فور ابديتس، تمام كده؟ طبعا مثلا انا هفترض ان انا اخترت هنا نيفر تشيك فور ابديتس مثلا، انا هفترض دلوقتي كده، تمام؟ هو ده في الدومين ولا ده جهاز عادي في الدومين يعني؟ جهاز في الدومين اه، تمام؟ لو جيت دلوقتي بقى انا هنا على المكنه دي على الجروب بوليسي من تحت تولز جروب بوليسي، فين فين فين؟ ايوه النظر بقى يا باهي معلش، تمام؟ لو دخلت هنا تحت سين انا عايزه اطبق الكلام ده على مستوى الدومين ككل، اديت، طبعا الابديت ده بينزل بير يوزر ولا بير كمبيوتر؟ بير كمبيوتر. فهدخل تحت بوليسز، تحت كمبيوتر يعني، تحت بوليسز، تحت ويندوز سيتنجز، ولا تحت ادمنستريتيف تمبلتس، ويندوز كومبوننت، ويندوز ابديت، معلش سوري تاني اهو، مش تحت الويندوز سيتنجز، تحت ادمنستريتيف تمبلتس، تحت ويندوز كومبوننت، وانزل تحت على مين؟ ويندوز ابديت، تمام؟ في هنا اوبشن بيقول لي كونفيجر اوتوماتيك ابديت، دبل كليك، تمام؟ هقول له انيبل، مش نفس الاوبشنز دي اللي كانت ظهرت عندي هناك؟ فسي مثلا انتوا اختاروا الاختيار اللي انتوا عايزينه، اوتو داونلود بات نوتيفاي فور انستول، واضحه كده؟ طيب عايز اعمل سكادجول للابديت ولا لا؟ تمام؟ اوكي. في عندي ايه يا باشا؟ في عندي كمان واحد لا لسه مش الاوبشن ده بس، بعد كده هروح هنا اقول له سبيسيفاي انترنت مايكروسوفت ابديت سيرفيس لوكيشن انيبلد، واكتب له هنا خد بالك المكان يا كلاينت اللي انت هتروح تجيب منه ابديت اتش تي تي بي نقطتين سلاش سلاش، هو الاي بي بتاع الدبليو اس اس بتاعنا كام؟ نفس الاي بي اللي انا واقف عليه. اه طالما في اصلا دي ان اس خلاص 200، لان هو نفس الاكتف دايركتوري، مش الاكتف دايركتوري 200؟ امال ايه ده؟ مش قلنا ان احنا بنقوله على مش قلت ايه؟ يعني ايه ده؟ مش احنا شباب شباب، مش انا دلوقتي المفروض احنا مش قلنا ان ده يبقى حاجه وحاجه هنعمله على 20 ده وشيء ثانيه؟ ايوه بس انا اتفقت معاكم ان انا كنوع من التوفير انا مظبطه الاثنين دلوقتي على نفس الجهاز بس، تمام؟ انما في الواقع المفروض ده يبقى على جهاز وده جهاز، تمام كده يا شباب؟ اوكي. تعالوا بقى هروح هنا كده على مكنه الكلاينت، هلوك اوت بس كده وندخل تاني. انا كده حددت له الاي بي بتاع الدبليو اس اس سيرفر اللي هيروح يجيب منه الابديت، تمام؟ لو كنت قلت له
هو يعني الاسطوره على طول هيروح يجيبه الاسطوره على طول برضه. هوريك الشكل دلوقتي ايه اللي حصل. مش انا كنت قلت له نيفر تشيك فور ابديت؟ تعال نشوف بقى دلوقتي كده ايه اللي هيحصل. ثواني بس لسه ما حسش بيها. لان انا عملتها في كونفيجريشن كمبيوتر. سوري ده محتاج ريستارت مش محتاج عاده اصلا. انت عارف ان اصلا حته جي بي ابديت ما بتشتغلش من اول مره فدي اسرع. بدل ما اوجع دماغي اصلا في حته جي بي ابديت دي بتبقى اسرع وخلاص. يلا بعد ما الجهاز بتاعي رست ندخل تاني كده تحت كنترول بانل. ويندوز ابديت ويندوز ابديت تشينج سيتنجز. بص ايه اللي حصل هنا. اتقفلت واخد الكونفيجريشن منين اللي انا مظبطها اصلا على الجروب عن طريق الجروب بوليسي. حد تهمني كده في حاجه. اخر حاجة بقى كده لو رحت هنا عند هو اصلا بياخد دلوقتي. هو بياخد ايه؟ هو عمال ياخد البتاع ده دلوقتي عمال ياخد. اي تمام. اخر حاجة عندي بقى هنا طبعا داون ستريم سيرفرز. احنا شفنا ده عبارة عن ايه؟ سنكرونيزيشن. مين اللي عمل سنكرونيزيشن وانا دلوقتي زي ما اتفقنا ان انا عملت كانسل ليها. خلت بسرعة كده. بص ايه اللي حصل هنا بعد ما رستت الجهاز. اللي حصل الاوبشن ده مش انا كنت مغيره. راح اخد الكونفيجريشن من الجروب بوليسي وقفلها صح. انا كنت عاملها نيفر وكان اليوزر من حق ان انا اعدل فيها. كنت بلعب فيها في الاوبشنز صح. لا هنا اتقفلت اهي مش قادره ان انا اغير في الاوبشنز دي. وبص فوق بيقول لي ايه سم سيتنجز ار مانجد باي سيستم ادمنستريتور. طالما سيستم ادمنستريتور يبقى المقصود بيها ان الجروب بوليسي هو اللي لعب لك في الاوبشنز دي. تمام. لو رحنا تاني على الجهاز ده اخر حاجه بس ان انا ممكن ان انا اكريت ريبورت معين عن ايه اللي بيحصل في السيرفر بتاعي. تمام. يعني ممكن اقول له مثلا هنا كريت از ريكوايرد. لازم عندي اصلا حاجه اسمها سيرفيس اسمها ريبورت ويندوز فيور 2008 ريديستريبيوشن عشان اكريت ريبورت. فدي التول دي مش عندي فعشان كده انا مش قادره اكريت ريبورت. اوبشنز بقى ممكن اظبط مثلا سكادجول معين. تمام. فاكرين الاوبشنز دي كورنايز ده منين؟ البروكسي بتاعي والله. طب فاكرين ده البرودكت والكلاسيفيكيشن تيمجي يا خالد. ده كان الويزرد. الحاجات دي اللي موجوده في الويزرد يا شباب. الويزرد اللي احنا لسه عاملينه. اعمل سكادجول معين ولا لا؟ انا معلش تمام معايا. اظبط الاجهزه ازاي؟ يوز ذا ابديت سيرفر كونسول ولا يوز جروب بوليسي مش عارفه ايه. انت يعني الاوبشنز عايشوا حياتكم فيها اصلا يعني سهله قوي. تمام. يبقى كل الاوبشنز اللي انا ظبطتها عن طريق الويزرد ممكن ان انا كمان اعدل فيها من هنا. خلاص. حد وقع مني كده اصلا هنا في الدبليو صص.